السنة الثانية على التوالي مؤتمر FDC عمل التكاثون الخاص بريادة الأعمال. الهدف منه هو دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر، تسليط ضوء على الأفكار الإبداعية اللي بيقدمها الشباب. والسنة دي كان الفائز في المركز الأول هي الدكتورة آية العريف، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ورد. شركة ورد هي فازت عن مشروع بيقوم على فكرة ان هو يحول المحتوى التعليمي لألعاب تفاعلية لأطفال المدارس. فكرة ان احنا ازاي نخلي المحتوى الدراسي بتاعنا يكون انتراكتيف اكتر او تفاعلي اكتر. وخلونا دلوقتي نرحب بالدكتورة آية العريف، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ورد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيكي. يمكن احنا كان اخر مره تقابلنا كان في تاكاثون FDC. مبسوط ان احنا تقابلنا مره تانية. في البدايه بس عايزين نعرف اكتر عن مشروع ورد. ايه هو مشروع ورد؟ طيب اوكي، انا بجد بشكركم الاول حاجه على المداخله الجميله دي، واحنا كانت حاجه كويسه جدا احنا كسبنا المركز الاول، يعني كانت حاجه مش متوقعه خالص. ورد هي ايه؟ ورد هي بتعمل العاب تعليميه للاطفال، فاحنا بنحاول المناهج التعليميه نخليها في صوره جيمز، فالطفل بدل ما هو بيبقى بياخد المنهج بصوره دايركت، لا هو بياخد المنهج صوره لعبه بلاتفورم، يبتدي يلعب اللعبه وبعدين بيبقى فيه تشيك بوينتس، يبتدي يحل اسئله ويرجع يكمل تاني، فبتبقى learning outcomes بتاعتهم بتبقى عاليه جدا. تمام، يعني هو بيلعب جيم وبعد كده بيتسال اسئله في الجيم دي. بالظبط، جيميفيكيشن. طيب الفكره دي بدات امتى؟ بدات ازاي؟ يعني جات لكم منين وبداتوها من قد ايه؟ طيب جات لنا منين؟ احنا بدانا من سنتين ونص تقريبا. انا بقالي 17 سنه في المجال بتاع الاد تك او الاديوكيشن تكنولوجي. عظيم. وتكنولوجيا التعليم. فكره الالعاب جت منين؟ انا كان من كام سنه كنت مسافره في اسوان، كان عندنا بروجكت هناك، وبعدين قابلت بنت صغيره اسمها نوره. نورا دي كانت بتلعب في الشارع ومش عايزه تروح المدرسه، كان عندها 8 سنين. فانا قلت لها انت ليه ما بتحبيش المدرسه؟ قالت لي المدرسه ممله وانا مش بحب اروح، بحب العب اكتر. ففكرنا طب ليه ما نعمل لهمش التدريس جوه المدارس نفسها، ان هي بتبقى في صوره العاب، بحيث ان الطفل يبقى بيدخل الفصل المدرسه تشرح له الدرس، بعدين بدل ما يبتدي يحل بقى اسئله وكده، لا هو بدل ما تديله ورك شيتس تديله اللعبه يلعب بيها 10 دقائق وقت الاكتيفيتي وبعدين يكمل الدرس بتاعه. عظيم. احنا لقينا ان البنات او بالاخص احنا الحاجات دي نفذناها اكتر في الصعيد. فلما احنا رجعنا تاني نورا نشوف ايه الاوتكمز اللي حصلت، ان الناس الاطفال بقوا يروحوا اكتر المدارس، قدرنا نقضي على نسبه كويسه بالالعاب بتاعتنا من التسرب بالتعليم، البنات بقوا متحمسين قوي ان هم يلعبوا. ف يعني الفكره اتنفذت بالفعل، يعني هي كانت الامباكت او بالنتيجه الحاجه اللي حصلت من الالعاب دي. تمام، يعني